ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. سنة 1985 وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة رأس الخيمة، تم بناء قصر فخم جدا واللي بنى القصر ده هو الشيخ عبد العزيز بن حمد القاسمي وهو أحد أفراد عائلة القواسم اللي بيحكموا إمارة رأس الخيمة في الإمارات، واتبنى القصر الفخم ده على إيدين أمهر خبراء التصميم والبنى في العالم لحد ما خرجت للنور التحفة المعمارية اللي أنتو شايفينها دي اللي بتجمع ما بين الطراز الاسلامي والمغربي والهندي والفارسي وتم تشييد القصر ده على هضبه مرتفعه بحيث لو انت قاعد فيه تشوف اماره راس الخيمه كلها وانت واقف مكانك. القصر مكون من اربع طوابق وبيحتوي على 35 غرفه وكل جدران القصر مزينه باللوحات الفنيه اللي اترسمت على ايدين فنانين من مختلف انحاء العالم. اكثر من 500 لوحه في القصر ده مرسومين رسم يدوي، مش لوحات مرسومه بالكمبيوتر ولا بالبرنتر، كلها رسم يدوي، انتوا متخيلين اللوحات دي لوحدها تساوي ثروه. غير التماثيل اللي موجوده في القصر ده اللي عددها اكتر من 100 تمثال واللي جابها الشيخ القاسمي صاحب القصر من مختلف دول العالم تماثيل لبشر وتماثيل لحيوانات وتماثيل نحاس وتماثيل برونز وتماثيل من الرخام ده غير 80 لوحه للابراج الفلكيه زي برج الميزان والدلو والجوزاء الى اخره وطبعا كل اللوحات والتماثيل والتحف دي كلها خلت القصر ده في منتهى الجمال لكن للاسف ما مرش وقت طويل الا والشيخ عبد العزيز القاسمي خرج هو أهله من القصر ده وما رجعوش ليه نهائي، وسابوا وراهم كل اللوحات والتماثيل والتحف الثمينة اللي موجودة في القصر ده، وطلعوا من القصر ده بسبب الرعب اللي شافوه جواه طوال الفترة اللي كانوا عايشين فيها جوه القصر، وكل ده بسبب الجن اللي كان بيسكن القصر ده، واللي كان بيتشكل لهم على هيئة بشر، ويفضل يرعب سكان القصر ده لحد ما طفشوا منه وسابوه، وفضل القصر ده مهجور لأكتر من 30 سنة، صحيح كان مهجور من الإنس لكنه كان مسكون بالجن وحتي سكان المنطقه اللي حوالين القصر ده بيقولوا انهم بيسمعوا اصوات بكاء واصوات صريخ طالعه من القصر بالليل وبيقولوا ان الانوار بتاعت القصر ده بتضاء من نفسها وتطفي بالليل يا ترى ايه هي حكاية القصر ده وايه هي قصص الناس المرعبة عن القصر كل ده ان شاء الله هنحكيه النهاردة في حلقتنا لكن قبل ما نبتدي الحلقة بطلب منكم الطلب المعتاد كل مرة ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده ولو انت مش مشترك في القناة دي واول مرة تشوفها ما تنساش تشترك فيها وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وزي كل مرة هتلاقوني سايب لكم لينك صفحة الفيس موجود في وصف الفيديو لو حد عنده اي استفسار او حد عنده أي قصة مرعبة أو قصة غامضة وحابب يحكيها لي يبعتلي على رسائل صفحة الفيس ويلا نبتدي حكايتنا عن قصر رأس الخيمة المسكون في الإمارات من أشهر القصص المرعبة عن القصر ده هو إن السكان اللي ساكنين حواليه بيقولوا إن أكتر الحاجات المرعبة اللي بتجري فيه بتجري بالليل لكن بالنهار القصر زي ما هو هادي وطبيعي ومفيهوش أي مشاكل، الرعب كله بيبقى موجود بالليل بس، ولما الليل يهل بيلاحظوا إن أنوار القصر عمالة تولع وتطفي من نفسها، رغم إن القصر مهجور وفاضي ومفيهوش أي بني آدم، فأول ما بيشوفوا الأنوار بتولع وتطفي هنا بقى تبتدي المرحلة التانية من الرعب، اللي هي بعد كده بيسمعوا فيها الأصوات المرعبة، أصوات أطفال بتبكي، أو أصوات نساء بتصرخ، فالسكان اللي حوالين القصر ده بيقولوا احنا عارفين ان القصر ده خلاص مسكون واحنا اتعودنا على الاصوات والحاجات المرعبه دي لكن الحاجه الغريبه طوال السنين دي كلها القصر ده ما كانش فاضي كان في حارس بيحرسه بس الحارس ده بيفضل قاعد على طول عند البوابه بتاعت القصر اللي هي البوابه اللي بره خالص اللي عند السور فاستحاله اي حد يعدي من بوابه القصر ده غير لما يعدي على الحارس يا اما ينط من حوالين السور ويستخفل الحارس فازاي اطفال يدخلوا القصر ده ويلعبوا فيه والقصر ده متحوط بصور وعليه حارس ومنين هتيجي اصوات النساء اللي بتصرخ دي فالشيء الاكيد هي ان الاصوات دي هي اصوات الجن اللي جواه وبيقال ان الجن اللي ساكنين القصر ده هما من اقوى انواع الجن اللي هما مرضه الجن ربنا يحفظنا منهم، لذلك السكان اللي في المنطقه اللي حوالين القصر ده حاولوا انهم يجيبوا شيخ يقرا قران جوه القصر ده عشان يحاولوا يخرجوا الجن اللي ساكن جواه، لكن الشيخ اول ما دخل القصر وابتدى يقرا القران اغمى عليه ولقى نفسه مرمي بره القصر. حتى الأهالي لما جم يفوقوه وسألوه إيه اللي حصلك؟ قال لهم مفيش، أنا دوبك دخلت القصر وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجأة الدنيا سودت في وشي ومدرتش بنفسي غير وأنا مرمي هنا بره القصر زي ما قلت لكم القصر بيتكون من اربع طوابق و35 غرفه ومزين باكثر من 500 لوحه فنيه مرسومه باليد و100 تمثال من النحاس والبرونز والرخام وكل اللوحات والتماثيل دي متجابه من مختلف انحاء العالم واللي بنى القصر ده مهندسين وفنانين اجانب والقصر مبني على هضبه مرتفعه بتشوف منه اماره راس الخيمه كلها يعني احنا بنتكلم هنا عن قصر فخم جدا وموقعه موقع استراتيجي لكن على الرغم من فخامه القصر ده إلا إنك لو دخلته تحس كأن روحك بتنقبض تحس جواه كأنك مخنوق ومتحسش بأي راحة نفسية والناس اللي دخلوا القصر ده بيقولوا إحنا بنحس كأن الصور والتماثيل بتبص علينا وعمالة تراقبنا منين ما إحنا بنتحرك القصر مليان تماثيل بشريه وتماثيل لحيوانات وتماثيل لطيور مقطوعه الراس، ده غير ان اللوحات اللي متعلقه على حيطان القصر عليها صور اشخاص وحيوانات وطيور وحتى مرسوم عليها حشرات، فالناس اللي بيدخلوا القصر ده بيقولوا احنا بنحس ان الاشخاص اللي موجودين في اللوح دي او التماثيل كان فيها روح وبتراقبنا، ده غير الروائح الكريهه اللي بيشموها جوه القصر ده، الريحه جواه عامله زي ريحه الجثث، لكن ممكن تكون الروايح دي بسبب الحيوانات الميتة الميتة اللي بيلاقوها جوه القصر بيلاقوا قطط ميتة وكلاب وفران ميتة ما تعرفش ايه كمية الحيوانات الميتة الكتير في القصر ده ممكن يكون في صحراء بيدخلوه ويعملوا فيه اعمال الله اعلم لكن اللي شاف الحاجات دي جوه القصر هما المغامرين اللي كانوا بينطوا على السور ويدخلوا القصر ده لوحدهم عشان يستكشفوه من غير ما الحارس اللي واقف على القصر ياخد باله فكانوا بيشوفوا الحاجات الغريبة والمرعبة دي جواه المهم في قصة عن مجموعة من المغامرين دول حبوا يستكشفوا القصر ده والقصة دي من اكتر القصص المرعبة اللي اتحكت عن القصر المهم مجموعة المغامرين دول خدوا عربيتهم وراحوا عند القصر الساعة عشرة ونص بالليل وقابلوا الحارس اللي واقف على البوابة وتفاوضوا معاه انهم يدخلوا يعملوا مغامرة في القصر ده فالحارس اول ما شاف شكلهم لقى شكلهم شباب محترمين مش منظرهم لصوص جايين يسرقوا او مدمنين واصلا مفيش اي حرامي قدر يسرق اي حاجه من القصر ده بسبب الرعب اللي كان بيشوفه جواه المهم الشباب دول فضلوا يتفاوضوا مع الحارس عشان يدخلوا القصر والحارس نبههم وحذرهم ان المكان ده خطير جدا وانهم مش هيقدروا يقعدوا فيه نص ساعه على بعض فالشباب دول فضلوا يطمنوا الحارس وقالوا له ما تخافش احنا اولاد ناس محترمين ومش جايين نسرق ولا نعمل اي حاجه وحشة جوه القصر ده، احنا بس سمعنا عن الجن والاشباح اللي موجودة فيه، فحابين نشوف الموضوع ده بنفسنا ونصورهم، وناخد لنا كام صورة فيه ونصور كام فيديو، وهنخرج بعد كده تاني زي ما دخلنا بالظبط، من غير ما نعمل أي مشاكل، فالحارس بتاع القصر قال لهم: ده أنا حتى حارس القصر ده بخاف أعدي من بوابة القصر ده بالليل، على طول ببقى واقف بره السور، بخاف أعدي السور ده وأدخل جوه، لحد ما الوردية بتاعتي بتخلص، وزميلي يجي الصبح يستلم المكان ده مني، فالحارس لما لقاهم مصرين قال لهم خلاص ماشي ادخلوا بس لو حصل لحد فيكم اي حاجة انا ماليش دعوة بيكم هعتبر اني ما شفتكمش نهائي واي حد منكم يستغيث بيا ويقول لي الحقني معلش انا مش هتحرك من مكاني عند البوابة وانتوا ادخلوا جوه القصر براحتكم وقد اعذر من انظر وبالفعل اول ما الشباب المغامرين دخلوا القصر شافوا في الاول التماثيل اللي موجودة في مدخل القصر وطلعوا الدور التاني والتالت وشافوا اللوح الفنية اللي متعلقة على الجدران وشافوا مجموعة من الحيوانات المتحنطة وشافوا رؤوس حيوانات متحنطة متعلقة على الحيطان وهما ماشيين في طريقهم بيتفرجوا على القصر شافوا حاجة غريبة جدا شافوا لوحة من ضمن اللوح اللوحة فاضية ما فيهاش اي رسمة عبارة بس عن برواز متعلق على الحيطة اما اللوحة او الصورة اللي جوه البرواز ده فكانت عبارة عن صورة بيضة ما اي رسومات فاستغربوا من منظر الصورة دي وقالوا ايه يعني الهدف ان اصحاب القصر يعلقوا صورة بيضة ما اي رسومات على الحيطة لكن لما جم يتحركوا من مكانهم ويخرجوا من الغرفة اللي كانوا فيها اكتشفوا ان كل الصور اللي موجودة على الحيطان اللي كانت مرسومه كل الرسومات اللي موجوده على الصور دي اختفت، اللوحات اللي على الحيطه اتحولت لصور بيضاء، ما فيهاش اي رسومات، مجرد بس براويز متعلقه، الرسومات اللي كانت موجوده عليها وهم داخلين الرسومات اتمسحت او كانها ما اترسمتش اصلا، مع انهم وهم داخلين القصر ده اللوحات دي كانت مليانه صور، كان فيها صور لاشخاص وصور لحيوانات وصور لحشرات وصور لطيور، لكن كل اللوحات دي الصور من عليها اتمسحت وبقت لوحات بيضاء، وبعد كده مجموعة مجموعة الشباب دول سمعوا أصوات غريبة، اكتشفوا إن كل الأشخاص والحيوانات والطيور اللي كانوا مرسومين على اللوحات، كل الكائنات دي أو كل المخلوقات دي خرجت من اللوحات اللي موجودة على الحيطة وبقت قدامهم موجودة على الطبيعة. كل الأشخاص اللي كانوا مرسومين في الصور خرجوا منها وبقوا واقفين معاهم في الحقيقة، وحتى الطيور والحيوانات اللي كانت مرسومة على اللوحات دي كل الكائنات دي خرجت من اللوحات وبقت تمشي وتطير حواليهم وتطلع في أصوات. لكنهم لاحظوا حاجه غريبه جدا على الكائنات او المخلوقات او الاشخاص اللي هم خرجوا من اللوح دي لاحظوا عليهم انهم بيتصرفوا بطريقه غريبه جدا لاحظوا انهم بيتحركوا كانهم مش شايفينهم ودي الصراحه حاجه كويسه جدا من حسن حظهم هم شايفين الحيوانات او المخلوقات دي بيتحركوا قدامهم وبيطلعوا اصوات لكن المخلوقات دي هي مش شايفاهم فهنا اكتشفوا ان المخلوقات دي بتتصرف في بعد اخر غير البعد اللي هم موجودين فيه زي بالظبط كانك بتتفرج على شاشة تلفزيون ممكن تشوف فيها الأشخاص والحيوانات لكن هما ما يشوفكش المهم لما مجموعة الشباب المغامرين دول شافوا المنظر العجيب والمرعب ده نزلوا تاني للدور الأرضي للوضع يتطور ويبقى أسوأ من كده وبالفعل الوضع اتطور معاهم لحاجة مرعبة أكتر لما نزلوا الدور الأرضي عند مدخل القصر اكتشفوا إن التماثيل اللي كانت موجودة في مدخل القصر قبل ما يطلعوا للدوار اللي فوق لقوا التماثيل دي اختفت التماثيل دي مش موجوده في اماكنها اللي فضل بس من التماثيل دي هي القواعد اللي كانت موجوده عليها انتوا عارفين ان اي تمثال في الدنيا بيتحط على قاعده عشان يثبت مكانه فلما نزلوا تحت شافوا القواعد دي موجوده بتاعت التماثيل لكن التماثيل نفسها اختفت مش موجوده ولما جم يدوروا على التماثيل دي اكتشفوا ان التماثيل موجوده في اماكن تانيه وفيها الروح وبتتحرك كان في منهم اللي بيتحرك وفي منهم اللي ما بيتحركش وفي منهم اللي بيتحرك ببطء وكان في تماثيل منهم كانت بتغير تعبير وشها يعني ممكن تلاقي التمثال عينيه بتتحرك شفايفه بتتحرك تلاقي مثلا تمثال بيبتسم او تمثال حزين التماثيل بتتصرف كانهم بشر او حيوانات فيها الروح فالشباب المغامرين دول مبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل في المكان الغريب ده وحسوا كده انهم خلاص استكفوا بكل الرعب اللي شافوه ده فقرروا انهم يخرجوا من القصر بسرعه وهنا جت اكبر مشكله هم واجهوها باب القصر نفسه مش موجود في مكانه ملاقوش ولا ببان ولا شبابيك في القصر يخرجوا منها القصر معالمه اتغيرت والشبابيك والابواب اللي فيه اختفت فقرروا انهم يطلعوا الادوار العليا تاني يمكن يلاقوا مخرج يهربوا منه فلما طلعوا الادوار اللي فوق شافوا حشرات شكلها غريب جدا، حشرات ماشيه على الحيطه وحشرات بتطير، حشرات شكلها غريب جدا مش زي الحشرات اللي موجوده على كوكب الارض، لكنهم فهموا ان الحشرات دي ما الا صوره من الصور المجسمه اللي خرجت من اللوحات، لان اللوحات اللي كانت موجوده في القصر كان مرسوم فيها حشرات بشكل خرافي، اللي هي الرسومات اللي كانت في مخيله الفنانين اللي رسموا اللوحات دي، ده حتى كان في رسومات لحيوانات اسطوريه زي التنين مثلا او الحصان اللي هو بجناحات فاي صوره منهم كانت مرسومه على اللوحات دي سواء كانت صوره طبيعيه او صوره اسطوريه او خياليه كل الشخصيات والكائنات والحشرات حتى اللي كانت موجوده في الصور دي شافوها على ارض الواقع قدامهم كانت بتتحرك قدامهم وتطلع اصوات لكن المخلوقات دي كانت بتتصرف كانهم مش شايفين المغامرين دول الشباب المغامرين بس هم اللي كانوا شايفينهم وسمعين اصواتهم المهم بعد وقت طويل وهم بيدوروا على المخرج عشان يهربوا من القصر ده اخيرا اكتشفوا منفذ قدروا يهربوا منه لكن المفاجاه الاخيره ليهم انهم لما طلعوا من القصر اكتشفوا ان النهار طلع والساعه بقت سبعة الصبح اكتشفوا ان مر عليهم جوه القصر 8 ساعات بحالهم من غير ما يحسوا بيهم هم جم القصر الساعه عشرة ونص بالليل وعبال ما تفاوضوا مع الحارس عشان يدخلوا خدوا لهم نص ساعه يعني دخلوا القصر الساعه 11 بالليل والاحداث المرعبه اللي مرت عليهم جوه دي ما كملتش النص ساعه فازاي مر عليهم 8 ساعات من غير ما يشعروا يعني الطبيعي ان اي انسان يدخل مكان مهجور ويشوف مثلا حاجه خوفته هيخرج منه على طول مش هيكمل 10 دقايق او ربع ساعه لكن مجموعه الشباب المغامرين دول اكتشفوا ان بقالهم في القصر 8 ساعات كاملين فدي كانت أشهر القصص المرعبة اللي اتحكت عن القصر ده، وفي قصص تانية كتير لكن القصة اللي أنا حكيتها دي هي أشهرهم، لكن إيه السبب اللي خلى القصر ده مسكون بالجن طوال الفترة دي؟ واللي خلى أصحابه يهربوا منه أول ما سكنوا فيه، في ناس بتقول إن التحف والتماثيل واللوحات اللي جابها صاحب القصر ده بيقولوا إن الحاجات دي كلها مسكونة أصلاً بالجن، وإن الفنانين اللي رسموها أو نحتوها عملوا فيها زي تعاويذ أو سحر أسود خلت التحف دي تبقى مسكونة بالجن أو بال الأرواح الشريرة، وفي رواية تانية بتقول إن الأرض اللي اتبنى عليها القصر ده، قبل ما يتبني القصر ده كان في مكانه شجرة كبيرة معمرة، والشجرة دي كان بيسكنها عشيرة من الجن، ولما جم يبنوا القصر مكانها اضطروا إنهم يشيلوا الشجرة دي، فالجن سكن القصر ده مكان الشجرة اللي كانوا ساكنين عليها، وده عقاب منهم للبشر اللي اتعدوا على مكان سكنهم، فطردوا أصحاب القصر وسكنوا هم بدلهم، لأن الجن شايفين إن المكان ده ملكهم في الأصل. مش ملك للبشر اما مصير القصر دلوقتي بعد ما فضل مهجور 34 سنه فالقصر اتباع واشتراه شخص معرفش اذا كان رجل اعمال او حد من العائله الحاكمه في دوله الامارات والشخص اللي اشترى القصر ده رممه وضبه وعملوا مزار سياحي ولحد دلوقتي التحف والتماثيل واللوح موجوده فيه زي ما هي لكن في ناس بتقول من اهالي المنطقه ان القصر حتى بعد ما تم توضيبه وترميمه وبعد ما اتعمل مزار سياحي بيسمعوا منه اصوات بالليل بعد القصر ما بيقفل ابوابه والزوار بيمشوا منه بيقولوا انهم بيسمعوا اصوات نساء بتصرخ كأنها بتولد او يسمعوا اصوات اطفال بتبكي او بيسمعوا اصوات ناس بتتخانق مع بعض وحتى الناس اللي زاروا القصر ده بالنهار بعد ما تم افتتاحه بيقولوا انهم محسوش باي راحة نفسية اول ما دخلوه بالرغم من التوضيبات والملايين اللي اتصرفت عليه انتوا ايه رأيكم في القصة دي هل فعلا القصر ده مسكون ولا هي مجرد اشاعة وهل فعلا في اصوات مرعبة بتطلع منه بالليل ما تنسوش تجاوبوا عليا وتردوا في الكومنتات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير والناس اللي مش مشتركة في القناة ما تنساش تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلها كل الفيديوهات الجديدة واشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية ان شاء الله واقول لكم مع السلامة